ديما في موتور الكهرباء بين الراجل والمراه فما ريغلاج يزمو يتعمل. انا امنا بن جمعه عندي من يولين بيناتنا ونقترح عليكم في البرنامج هذا نتعمقوا في العلاقه بين الراجل والمراه. ايا شكونكم كانوا يقلبوا يا الحمد لله مزيمة هكا كما شفتوا فما الأعمال المنزلية وفما شكون يخمم في الأعمال المنزلية. احنا لقينا كوبر توسي حللنا قلبه ودخلنا معاه كسر بالموضوع. عسلامة أنا منى زياد. سفيان دي فالة. عنا 8 سنين معرسين. عنا مجودة عمرها 5 سنين. أين نعمل ليستا؟ وساعة ساعة من غير ليستا نمشي نقضي. هو تعلم معناها ساعة ساعة هي تبدأ مثلا عندها خدمة ما تلهج حتى فرج الدير تحل وتسكر ما تراش شنيا اللي فيه. أنا نعرف شنيا نقص شنيا اللي موجود شنيا مش موجود ليكوكو هو أنا وهو ساعات البروبوز يطيب حاجات هو يحبها زوز. انا كي نقوم قبل ما نمشي نخدم ندور ماشينا بعد هو يسوي خليها لي لي انا وانا كي تكمل إن هو يعني اكثر حاجه. انا ديما ننسى ساعه سايقت نهارين انا هي ساعات ما بعضنا ممكن نبدا انا مش في الدار هو ينظف احنا زوز اما بو انا اكثر حاجه هي انا اكثر خلينا نقريه توا شويه دي زيستوار والقصص هذوكم on partage. معناها عندنا سامدي ديمانش دوز اكتيفيتي انا نهز سامدي هو ديمانش لاسيورونس الفينيات فيزيت تكنيك هو كل شيء هو يعني هو 100% هو انا زيرو انا بيان سور لي دو اكثر هي هو زيد دبوس الغاز باش تتسكر يعني زدت هذه كوبيل معنى الحاجات اللي تتنسي الكل يتفكرهم هو الأكثرية هي ساعة ساعة أنا الأكثرية هي وحكينا أتخفيغ لكوميونيكاسيون ديما نحكي أنت باش تعمل هكا أنا باش نعمل هكا احنا كيما أي كوبل يعني تونسي نسو نتعاركو الحاجة الباهية معناها حتى كي نسو نعملو عركة كبيرة وتوصل معناها على الأخر نرجع نحكي ناخذوا معناها تون باش نخمو كل واحد ابار وفي الليل نرجع نحكي ولا لو لوندما ونحاولوا نلقاو دي سوليوشن برشا برشا سيرتو هو يعني انا موجود في الدار راني باش نعارك وقتاش هي وقتاش ترتاح فمش عارك نخرج يعني. وانا ما نتكلمش راه هو يعارك انا ما نتكلمش. نو ما نجموش تاو ما نجموش. حل وحيد انه صعيب ياسر انه بتبيع المرأة او كانت تخدم اللهم تشد الدار تولي هي عرفتش نرجع وك المرأة تقعد لها بالدار والرجل هو اللي يخدم فهمت كل شيء هذاك هو خاطر دو كوبل هما زوزو يخدموا ما معناها ما يخلطوش مش 100% فما كتر 20% بون بالنسبه لي انا ما عنديش 100% كيما قلت لك خاطر ديما نحب انا نعاون في الشارج نتاع الدار وكل في اللي ما فيش وقت كي نقسموا فهمني 50-50 سافا. سالناها مزوج سؤالات وهما قاعدين محضر بعضها توا كان كل واحد نسالوه سؤال وهو قاعد وحده شنو باش تكون الاجابه. اكثر حاجه نكرهها في القضيه هي الحديد. نكره غسل المعو هو اكثر حاجه ما ندوي فيها تنظيم الفريجيدير سورتو وتنظيم الكلاص والتخميل الدار هي تطيبها ياسر به معني هو ما يعرفش يحدد التطيب ماهوش طياره اما سو دو بروي لورغانيزم معناها التنظيم مش منظمه مالهاش حاجه حاسيلو فاتمو لقيتها في الفريجيدير تخرنين تاعو لو انه عنده الحق. اكثر حاجه تنرفزني كي نحط حاجه في بلاصتها ما نلقاهاش يعاوني في القضيه بيان سور روحنا نلقى دار نظيفه
مخملة كل شيء في بلاستو. ولا هي نهارة اللي تبدأ بريزونت معنى تبدأ موجودة في الدار أي حاجة تعملها نبدأ فرحة. أكثر حاجة نرفزتني أنا ما عملت وقتها برمجت أم بروغرام أن ديمانش وهو إلي بروغرامي أن أتر معناها أن أتر سورتي أفيك سي زامي ماذا بيا ديمانش ليا أنا مش لي زامي. ساعة ساعة تحكم لي باش نخرج من الصباح لليل هي تتقلق تقول لي في الويكاند نورمالمون يعني تقعد تعديه معايا وكذا فهمتني واللي هذيك حاجة ساعة ساعة تنرفزني بيان سور احنا من الاول او ديبي كان الى ريفوزي معناها بشي مش يعاوني في القضيه من الاول ما كان كونت خاطر كان عايش في وسط فامي فيها خوات بنات دونك ما يعمل حتى شيء في دارهم من بعد كي جبنا ولدنا اللي تي اوبليجي باش يدخل معايا في الحكايه هذيك حكايه البارتاج هي تو من عرس تو تبدلت طورت معناها ولات كانت ما تعرفش طيب ولات الطيب الكدا وانا نتفاهم في كل شيء معناها تعرفني وقتاش نبدا متغش وقتاش نبدا فرحان استنسنا ببعضنا هو سي غراس ا لوي انا منزيت معناها انا نجح في خدمتي ولا اما هو يشجعني برشا في الخدمه على باش نقدم معناها في خدمتي وكان ما جاش هو يعاونني انا امبوسيبل نخدم الخدمه هذه نقول لك معناها افيك توت ترانسبارونس الحلقه هذه وفيت وقايك باش نبدل وخليو انفستير المرة الجاية ما تنسيوش تابعونا على شان يوتيوب على الكونت انستغرام تيك توك اقراو بلادنا.com ونتلقاو في الحلقة الجاية